إلى الملف السوري من جديد، وكنا نتحدث عن اتفاق روسيا أعلنت عنه، جيش الإسلام ينفيه التوصل لاتفاق مفروض في دوما. المرصد السوري طبعا نتحدث عن آخر مدينة هذه يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية. المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قال بأن المفاوضات وصلت لمرحلها الأخيرة وبانتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال ساعات. أي جديد نعرفه من ضيفنا رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان من كوفنتري؟ مساء الخير. نعم مساء الخير. طبعا في المفاوضات الجديد أن البعض طرح اسم جرابلس في الشمال السوري الواقع تحت الاحتلال التركي ليوجه من أجل خروج من لا يرغب في الاتفاق مع النظام من عناصر جيش الإسلام. لا نعلم إذا ما كانت تركيا هي التي طرحت اسم جرابلس، ولكن أصبح اسم جرابلس متداول الآن بعد أن كان فقط القلمون الشرقي، والنظام اقترح إدلب من أجل خلق فتنة بين عناصر جيش الإسلام وهيئة تحرير الشام عندما يذهبون إلى إدلب أو حتى فيلق الرحمن. ننتظر أن يتم الإعلان بشكل نهائي عن هذا الاتفاق، حتى الفصيل الذي لا يرغب في الاتفاق من جيش الإسلام يجب عليه بالنهاية أن يرضخ لإرادة الفصيل الأكبر من جيش الإسلام. أعتقد بأن روسيا واضحة، روسيا هي الآن التي تحكم سوريا، هي التي تحتل سوريا، هي التي سيكون لها اليد الكبرى في الغوطة الشرقية. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي خلى عن أبناء الشعب، المجتمع الدولي خذل أبناء الشعب السوري في الغوطة الشرقية وكامل الأراضي السورية. طيب بدوما لمن ليس متابعا، ما أهم ما يجب أن نعرفه عن هذه المنطقة غير بأنه آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة؟ دوما هي عاصمة الغوطة الشرقية، دوما هي التي انطلقت فيها الثورة السورية السلمية في الأسبوع الأول من الثورة السورية، دوما التي هي يعني كسرت رأس نظام بشار الأسد في كثير من الأوقات، خذل يعني النظام لم يتمكن من السيطرة عليها، قتل كثير من عناصر قوات النظام في محيط دوما، لكن بذات الوقت دوما يوجد فيها جيش الإسلام الذي يعني متهم باختطاف نشطاء من بين رزان زيتونة، وأيضا دوما الآن هناك خلافات يعني نشرت في الإعلام ما بين فيلق الرحمن وما بين جيش الإسلام بتهم سرقة الآثار وتهم مالية. كيف ستختلف الوضع على الأرض، سيختلف بين دوما ومناطق أخرى بالغوطة اللي كنا طبعا عم نشهدها بالفترة الأخيرة؟ نعم يعني نحن نعلم بأن دوما أيضا جيش الإسلام لديه أوراق قوية، لديه آلاف المختطفين من الموالين للنظام من المدنيين وآلاف ومئات الأسرى من قوات النظام، لذلك أعتقد بأن العملية المعركة سوف تكون صعبة، خصوصا بأن ستيفان ديمستورا تدخل بموضوع دوما. هل سيضحي المجتمع الدولي أيضا بأرواح عشرات آلاف المدنيين الموجودين في دوما؟ أعتقد أمر مختلف، لأن لا يوجد جبهة نصرة في المنطقة، بذريعة جبهة النصرة هم اجتاحوا مناطق في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية. اليوم المجتمع الدولي يعلم بأن جيش الإسلام هو الذي حارب جبهة النصرة سابقا في الغوطة الشرقية. أنا أشكرك جزيلا من كوفنتري سيد رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.